كراكي راه هذا الماتش خاصو يعطي كل ما في جهده فهمتيني باش كما فرحنا بجوج كوبات فهمتيني نتمنوا انه هذا الماتش هذا يجبد كاع ما في الجعبه ديالو التكتيك اللي كاع جميع اللي عنده يجبدوا في هذا الماتش ونتمنوا ان الدراري يتوفقوا فهمتيني وحنا كنثيقوا فيهم فهمتيني وكنشكروهم على المجهود اللي قدموا في جميع المقابلات ديال العصبه وهذاك الفرحه اللي فرحونا راه فرحوا الشعب المغربي كامل وهذوك الانجازات اللي داروا تبارك الله عليهم فهمتيني كاملين ونتمنوا الوداد تربح ان شاء الله فهمتيني وتفرحنا وتجيب هذا الكاس الفضيه لخزينه الوداد. وليد الركراكي مدرب كبير مدرب اللي جا الوداد البيضاوي بدون انتدابات من لا شيء خلق اشياء خلق فرجه خلق متعه خلق اسره بين اللاعبين وبين الجمهور تبارك الله عليه اطار وطني كيشرف الاطر الوطنيه. لان وليد الركراكي احسن مدرب جابته الوداد وان شاء الله غادي تكون معاه الخير والتيسير و100% ديما وداد وغتديها الوداد وغنشوفوا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.